طبعا فيما يخص المصموطه عندنا سمك يختلف بين نوع واخر. صح. نضيف له ايضا عندنا البصل، واكيد نقدر نضيف الحمص وتنسلق على نار هاديه. طبعا مده الفتره مات المصموطه ما تطول، كون انه السمك عندنا مجفف يعني مده 20 دقيقه. ومشهوره هاي الاكله عندنا بالمحافظات الجنوبيه، يعني اهاليتنا من العراق من الجنوب بكثره، واكله براسها 60 حاض. شكرا لاتصالك، تحياتي لك ولكل اهاليتنا بالبصره.